على هامش المؤتمر الحادي عشر للمجموعة المالية هيرميس كنا قد التقينا وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان الذي تحدث عن توقعاته للمؤتمر الحالي وتوقعاته لمؤتمر شرم الشيخ الذي سيعقد في 13 من الشهر الحالي. نتابع. مؤتمر النهاردة في دبي اللي بتعقده ده مؤتمر الرقم 11 لإيف جي هيرميس، أهميته الحقيقة بتيجي في عدة حاجات. نمرة واحد، انه بنجد انه فوق ال 130 مؤسسه النهارده عالميه وعربيه ودوليه موجوده في هذا المؤتمر بتستثمر في البورصات العربيه، بتستثمر استثمار مباشر من خلال الصناديق الاستثمار المباشر في معظم دول الشرق الاوسط، مؤسسات عندها احتكاك بالمنطقه كبير جدا جدا، مؤسسات لديها من الخبره والمهاره بنقول عليها سوفيستيكيتد انفسترز، مؤسسات متقدمه في استثمارها، وبالتالي هذه المؤسسات هامه جدا بالنسبه لمصر. ووجود النهاردة تمثيل للحكومة المصرية في هذا المؤتمر هو بداية للترويج أو استكمال لحلقة الترويج للحكاية المصرية في الإصلاح، حكاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري اللي بدأ منذ 7 أشهر. الحقيقة نتائجه بدأت تظهر، مهم جدا لهذه المؤسسات الدولية انها تبقى عارفة النتائج، وفي نفس الوقت هو مقدمة جيدة جدا لمؤتمر شرم الشيخ اللي هينعقد ان شاء الله في الفترة من 13 إلى 15، وهو مؤتمر دولي كبير جدا هيبقى فيه وفود من كافة انحاء العالم، اغلب المؤسسات العالمية الدولية للاستثمار، اغلب الصناديق السيادية من الدول العربية والدول الاجنبية وجنوب شرق اسيا، واللي هيحكي برضو أيضا برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والسياسات المختلفة للقطاعات الاقتصادية في مصر. طب قبل الدخول في تفاصيل المؤتمر الذي نترقبه، بالأمس كان هناك قرار رئاسي بإعادة دراسة قانون الانتخاب الذي قد يؤثر في تأجيل الانتخابات في المرحلة المقبلة، كيف سينعكس ذلك على مناخ الاستثمار المصري؟ خلينا نقول عندنا كان بديلين. احنا دلوقتي كان عندنا قانون انتخابات، هذا القانون بناء عليه اللجنة العليا للانتخابات بدأت فتح باب الانتخابات على مقاعد الفردي في البرلمان المصري ومقاعد الأحزاب. كان ممكن جدا ما يحصلش طعون، يبدأ البرلمان يبدأ في الانعقاد ثم يحصل طعون ثم يزول البرلمان، كان يبقى هنا عندنا مشكلة أكبر. فده كان البديل الأولاني. البديل الثاني أنه من دلوقتي يحصل طعون في بعض مواد قانون الانتخابات، فلو وجدت المحكمة الدستورية أن هذه الطعون ده تعني شيء فتبتدي النهاردة تأخذ ببعض هذه الطعون، فيبقى عندنا فرصة نصلح هذه الطعون بسرعة وندخل ببرلمان دستوريا لا يمكن الطعن عليه. ودي الحالة الثانية اللي خدت وضعها. أعتقد أنه رئيس الجمهورية امبارح أما وصى علشان ما يسيبش الأمور مفتوحة، فقامت الرئيس قال حد أقصى شهر يكون التصحيح اللي طلبته المحكمة الدستورية موجود، بحيث أن النهاردة يقبل التأخير محدود وعارفين التأخير قد إيه، يبقى إن شاء الله على نهاية شهر 6 بداية شهر 7 يبقى عندنا برلمان وتكتمل الصورة السياسية بالكامل. بالنسبة لقانون الاستثمار نترقب المسودة الأخيرة منه يوم غد، يعني يوضح آلية الاستثمار في البلد، ولكن حدثنا عنه فيما يخص تخصيص الأراضي، المعاملة الضريبية والجمركية، وأيضا كيف هل سيكون جاهزا قبل مؤتمر شرم الشيخ؟ الحقيقة احنا بنشتغل ليل ونهار، اللجنة التشريعية بتشتغل ليل ونهار، اللجنة الفرعية الاقتصادية بتشتغل ليل ونهار علشان هذا القانون يصدر إن شاء الله قبل شرم الشيخ. القانون ده أخد حوار مجتمعي كبير جدا، كان هاما جدا أن المجتمع المدني يبقى مؤازر للقانون، أخدنا بإصلاحات كثيرة جدا كانت من وجهة نظر المجتمع المدني، وعلشان نقدر ننزل بتشريعات وتعديلات واضحة وتفيد الاستثمار في البلد. وكان الأهداف الرئيسية لهذه التشريعات نمرة واحد أن يكون هناك في آلية واضحة لأن الرخص والإجراءات والآخر تكون بنحد من البيروقراطية الطويلة اللي كانت بتاخد الحقيقة شهور طويلة جدا لتأسيس الشركات. ده نمرة واحد. نمرة اتنين أنه يبقى في آلية واضحة جدا لفض المنازعات، والحقيقة اتحطت آلية واضحة جدا لفض المنازعات وآلية لها بقوة القانون،
يبقى النهارده انا مش محتاج ان المستثمر لو حصل اي مشكله يلجا للمحاكم ويتاخر في المحاكم بالسنه او الاثنين، لا ده المستثمر النهارده بيجي لاليه فض المنازعات ويقدر يخلص مشكلته في اسبوعين ويقدر يحل مشكلته سريعا، ودي اليه هامه جدا. الجزء الاخر وهو الخاص بالخروج من السوق او التصفيه، وايضا اتحطيت له مده بحد اقصى 120 يوم من تاريخ ميزانيه التصفيه، وهذا جيد جدا لان كان عندنا مشاكل كبيره والشركات بتقعد وقت كبير جدا عشان تقدر تتصفى. بالاضافه الى اليه تخصيص الاراضي، كانت اليه تخصيص الاراضي مختلف عليها. النهارده القانون وضع اليه واضحه واجراءات واضحه جدا لتخصيص الاراضي، اما تخصيص عن طريق حق الانتفاع، اما تخصيص عن طريق البيع، اما تخصيص عن طريق الايجار، وبالتالي اما تخصيص عن طريق الدخول بالارض في مشاركه. يبقى اذا حط كل اليات تخصيص الاراضي اللي تريح المستثمر، في نفس الوقت هي كانت احد عوائق الاستثمار اللي كانت واضحه جدا قدام الناس. بالاضافه الى ذلك ايضا وضع بالقانون بعض الاصلاحات الجمركيه الهامه جدا اللي وضعتها وزاره الماليه، واثرت ان هي تبقى موجوده في هذا القانون علشان تنزل للمستثمر كحزمه من حزم تهيئة مناخ الاستثمار. لكن هذا القانون أحد عناصر القوانين الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار. عندنا أيضا قانون الصناعة، عندنا قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، عندنا قانون التعدين والمحاجر، عندنا إن شاء الله بعد كده قانون العمل اللي بيوزن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، عندنا أيضا قانون الطاقة الجديدة والمتجددة، عندنا أيضا قانون الكهرباء، عندنا ايضا القوانين الخاصه بتعديلات قانون سوق راس المال 95 لسنه 92. اذا عندنا حزمه من القوانين والتشريعات اللي كلها بتخلق مناخ جيد للاستثمار وجاذب للاستثمار. بالحديث عن المناخ الجيد للاستثمار، ماذا عن الجنيه المصري الذي يتراجع في هذه المرحله وايضا القيود على الايداع الدولاري، هل لذلك تاثير ايضا على المناخ الاستثماري؟ راس المال المصري ما بيتراجعش، لانه الحقيقه راس المال المصري ولا حتى الاجنبي بالارقام، اما نبص على عدد الشركات اللي تم تاسيسها خلال الست شهور اللي فاتوا فهو 30% زياده عن عدد الشركات اللي تم تاسيسها في نفس الفتره. ده نمره واحد، ده للرؤوس الاموال المصريه. رؤوس الاموال الاجنبيه النهارده الاستثمار المباشر الاجنبي 2014-2015 وصل 4.1 مليار دولار عن العام بالكامل. الربع الاول من عام 2014-2015 الاستثمار المباشر الاجنبي سجل 1.8 مليار دولار بالصافي الربع الاول، الربع الاول فقط. اذا لو خدنا كده الاربع ارباع وافترضنا انه ده هيتحقق كل ربع، اذا هنصل الى 7 مليار دولار مقارنه ب 4.2 مليار دولار. احنا طبعا ان شاء الله بنستهدف اكتر من الرقم ده، بنستهدف نقفل السنه ان شاء الله على 8 مليار دولار. فاما نبص للوضع كل ده الحقيقه كان سببه الإصلاح الملتزم جدا، الإصلاح الملتزم في السياسة المالية للبلد، الإصلاح الملتزم في إدارة عملية السياسة النقدية، أيضا الإصلاح الخاص بالدعم، والإصلاح الخاص بالسياسات الضريبية. طب خلينا نحكي عن مؤتمر شرم مصر المستقبل، ما هي توقعاتكم لجذب الاستثمارات في هذا المؤتمر، وهل ستكون كلها من الخارج ولا أيضا هناك نوايا داخلية؟ بص حضرتك، إحنا مؤمنين تماما أن ثقة المستثمر المحلي في اقتصاده هي الدليل أحسن مروج بالسندات، أحسن مروج لاجتذاب مستثمر أجنبي، وبالتالي نحن على حد سواء نشجع الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية معا. نشجع الاستثمارات المحلية أن هي ترجع تتضخ تاني في البلد، يحصل توسعات في المصانع القائمة، تدخل مصانع جديدة، لانه ده عنصر من العناصر الرئيسيه لجذب استثمارات اجنبيه مباشره. الهدف الرئيسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي هو اعاده الثقه، اعاده الثقه في الاقتصاد والسياسات، اعاده ثقه المستثمر في الاقتصاد المصري ونموه.